سيدنا عمر بن عبد العزيز قال لهم هاتوني كل كفيف وكل مقعد وكل فالج، كل حد عنده حالة من الحالات الخاصة اعملوني بيها إحصائية وهاتولي الإحصائية دي. فذهبوا بهذه الإحصائية سيدنا عمر بن عبد العزيز، فعمل لكل كفيف من يرعاه ويذهب به حتى يذهب إلى المسجد ليصلي، وكل مقعد خادم، أقام لكل واحد من هؤلاء ذوي الاحتياجات الخاصة أقام لهم واحد يرعاهم ويبقى يعني مسؤول عنهم عشان يخدمهم ويبقى في خدمتهم، لأن ده حقهم الطبيعي. لو احنا عايزين ندور، احنا يعني يمكن مش احنا عندنا عدد كبير جدا جدا، عندنا شباب كبير جدا كتير جدا مش لاقي شغل، وامكانياتهم مش هنقدر نوفر لهم حاجة ممكن يكونوا في خدمة هؤلاء الناس، وهياخدوا اجر كمان جنب الاجر اللي ممكن تخصص لهم الدولة، ويكون اجر بسيط مقابل ان هم يرافقوا هؤلاء الناس اللي هم ربنا سبحانه وتعالى اختصهم بهذا، اللي بتختصهم بهذا بهذه المنحة. بس دي عايزة ثقافة أخلاقية مننا، إحنا عايزين إحنا نحقق يعني حلاوة ديننا الإسلامي في عباداتنا ومعاملاتنا وأخلاقياتنا. أحسنت يا دكتورة، كلام جميل وبارك الله فيك. وأنتقل للأستاذ سامح. أستاذ سامح، يعني لا شك أن ذوي الاحتياجات الخاصة لهم حق مكفول في الدستور، يعني حدثنا عن هذا الحق، كيف يمكن أن نفعله على أرض الواقع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين. قبل أن نتحدث عن القانون، فلا بد أن يكون هناك قانون مجتمعي. قبل أن يكون هناك قانون وضعي يوضع من سلطة تشريعية، لا بد أن يكون بيننا إحنا كمجتمع قانون ما بيننا وما بين بعض، نقدر بموجبه إزاي نراعي ذوي الاحتياجات الخاصة، إزاي لما نشوفه ماشي نقدر نساعده أو نقدر نقف جنبه في مواقفه في كل أمور حياته. فده أعتقد أسمى من القانون اللي بيضعه المشرع، اللي هو القانون المجتمعي. أما فيما يخص القانون الوضعي، فالدستور يعني أفرض ليهم شق خاص بذوي الاحتياجات الخاصة، وأعتقد أن في الفترة المقبلة هناك تشريع خاص بذوي الاحتياجات الخاصة سيصدر في الفترة المقبلة، هينظم. على فكرة هو الموضوع مش موضوع ان احنا، لان الناس معتقدة ان القانون يعني شغلهم اللي هم 5%، لا، هو المفروض القانون مش جاي علشان ان هو نشوف لهم فرص عمل او لا، احنا محتاجين تنظيم كامل لحياتهم وتعاملاتهم، اشارات المرور، تعامل ازاي مع المواصلات، التعامل ازاي في التعليم. احنا ما عندناش قانون بينظم الحاجات دي. اعتقد في الفترة القادمة استنادا الى الدستور القائم لابد ان يكون هناك قانون، وفي الفترة القادمة اكيد في قانون وتشريع هيصدر ينظم شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة. أحسنت دكتور أستاذ سامح، يعني ولا شك أن الدول الأوروبية تهتم بذوي الاحتياجات الخاصة في الطرق وفي المواصلات وفي كل أمور الحياة، حتى أنه لا يعاني ولا يجد صعوبة في ممارسة حياته بشكل طبيعي مثله مثل أي مواطن طبيعي. ده هو القانون المجتمعي. صحيح، هذا هو القانون المجتمعي. أحسنت أستاذ سامح، وأنتقل الآن إلى الحضور معي، ومن لديه سؤال فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أسماء مصطفى، صحفية حرة. أنا هو ممكن يكون سؤال أو استفسار أو يعني زي ما حضرتكم تصنفوه. إحنا عندنا في مصر عدد كم هائل جدا، كبير جدا جدا من ذوي الاحتياجات الخاصة. يعني أنا نفسي أن يبقى فيه رقي بالرسالة الإعلامية اللي تخصهم، من توعية، من تنشيط، من إعداد لمهاراتهم، أو مثلا صفحة في الصحافة المقروءة بطريقة براون في كل الصحف، في كل البرامج التوعية بطريقة الإشارة، أيا كانت، للاستعداد إن إحنا ننمي مهاراتهم، نعدهم للشغل، العمل. مجرد ما تبقاش الخدمة اللي إحنا بنعملهم أو القانون بتاعنا إن هو 5% لمجرد التعيين، ما بيبقوش معدين لده، إحنا نعدهم ونشغلهم في الشغل الخاص، في كل مهارات العمل. تفضل دكتور رضا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام جميل جدا جدا ان احنا نستشعر ان هؤلاء لابد من اعدادهم اعداد علميا جيد جدا. احنا النهاردة عندنا مشكلة بتحدث في مجتمعنا المصري. احنا أمة يوجد بها شباب، وعندنا ثورة شباب، وعندنا اخواتنا من اصحاب الحالات الخاصة بيحتاجوا الى ايه؟ بيحتاج الى حاجة اسمها مهارات التدريب،
مهارات التدريب لاصحاب يعني لذوي الاحتياجات الخاصه. مثلا انا عندي ابني مثلا رجليه فيها حاجه، انما اديه بتعمل، ابدا اعمل له مهارات تدريبيه متخصصه بيعمل شيء ما يتعامل من خلال ايديه. عندي مثلا اخت غير مبصره ولكن الانامل بتاعتها تستطيع ان هي تتحسس صناعه معينه وتستطيع ان هي تجيد هذه الصناعه، وعندنا بعض النماذج في بعض الاماكن الاهليه. فمهم جدا جدا ان احنا عندنا دلوقتي في مصر اكتر من 3000 مركز تدريب مغلق والعنكبوت مليان، لان مفيش حد بيدرب في هذه الاماكن، واذا درب حد فيها بيبقى حد غير مؤهل لعلم التدريب. يبقى احنا دلوقتي مهم جدا جدا ان احنا نعيد صرح الوفاء والامل زي اول مره طلع فيها الوفاء والامل. كان حالم بان هو يقدم شبابنا من اصحاب الحالات الخاصه وبناتنا من صاحبات الحالات الخاصه الى الامه بشكل مبهر ومبهج. يبقى انا محتاج دلوقتي ان احنا نقوم بجد، مش مجرد كلام في التلفزيون، انما بتنفيذ عملي لاصحاب الحالات الخاصه باعداد دورات مهارية. الدورات بقى دورات تخصصية في صناعات بلوفر، يعني مثلا لما يجلس على مكنة يتعلم ان هو يقفل بلوفر، يتعلم ان هو يخيط بنطلون على تقفيل بنطلون زراير، يتعلم بنتنا مثلا ما شاء الله من صاحبات الحالات الخاصة ممكن تعمل زراير في قميص، ونستطيع ان احنا نعمل ثورة صناعية بهؤلاء الشباب والفتيات من حيث لا نحتسب. فمهم جدا جدا ان احنا نؤهلهم تدريبيا، لازم ان انا ادربه، ما انظرش اليه انه من اصحاب الحالات الخاصه يبقى ده اديله فلوس واسيبه، لا، ده اخده ادربه واشغله واخليه منتج في المجتمع اللي هو فيه. اشكرك شكرا جزيلا دكتور رضا. ونخرج الان مشاهدينا الكرام الى هذا الفاصل القصير ثم نعود ونكمل الحوار. مشاهدينا الكرام، عدنا اليكم مره اخرى بعد هذا الفاصل، وارحب بضيوفي الكرام الذين شرفوني في قاعه المؤتمرات باتحاد الاذاعه والتلفزيون. مشاهدينا الكرام، وفي حلقة اليوم معنا ضيفان كريمان، هم وليد ومنصور، هم إخوة يعني ولديهم بعض، هم من ذوي الحاجات الخاصة ومن ذوي الإعاقة. يعني لا نريد أن نقول أنكم يعني لكم إعاقة، ولكن أنتم يعني إخوة أعزاء نعتز بكم معنا. يعني لو تكرمت يا وليد تحكي لي قصتك سريعا، يعني ما هي معاناتك التي تعانيها وماذا تطلب من المسؤولين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا اسمي وليد رضوان. فندم، انا بتعذب بقالي 4 سنين. القوى العامله مدياني 4 خطابات تعيين للتعيين في شركه بترول، شركه فيها نسبه عجز كبيره في 5% وقريبه جدا من السكن بتاعي، لكده القوى العامله مصره ان هي تديني يعني الخطابات ليها. المسؤولين بيستثنوني من التعيين عشان ما فيش وصلة ليا. انا واعرف زملاء كتير ليا برضو مقدمين في اماكن كتير حكوميه او قطاع خاص، مقدمين في شركات كتير وبرضو بيستثنوا لعدم وجود الوصلة. احنا بنقول زي ما الدكتوره وفاق قالت ان رسول الله السلام كان هو راعي الامه، وربنا سبحانه وتعالى عاتبه لعدم نظره بس لعبد الله بن مكتوم. صحيح. احنا بنطالب سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو يساعدنا ان احنا ناخد حقنا، يعني الدستور كفل لنا التعيين بس ما فيش تنفيذ بالنسبه للشركات، مع انها شركات حكوميه او قطاع عام، يعني المفروض ان هي دي اولى بينا ان هي تدينا حقنا وتعيننا. مع ذلك المسؤولين هناك يا فندم ما فيش اي حاجه غير الواسطه او الرشوه، يعني انا مش عايز اقولها على الهواء. لا ان شاء الله رغباتك تتحقق ان شاء الله في ظل هذه الايام والعهد الجديد ان شاء الله. يعني واسمح لي يعني اسالك، يعني الظروف الماديه من اين تعيش وكيف تعيش؟ انا والدي لسه متوفي من 6 اشهر رحمه الله عليه، ومعاش والدي يعني. هل يكفيكم معاش الولد في علاجك واكلك انت واخوك منصور؟ الحمد لله. الحمد لله. ربنا يكرمك ان شاء الله خير يعني، واطمئن ان شاء الله الامور هتكون كويسه باذن الله تعالى. يعني انا اللي فهمته من كلامك انك معاك ترشيح من وزاره البترول انك تتعين في وزاره البترول، ولكن لم يستجاب لطلبك حتى الان. يا فندم بقى لي حوالي 4 سنين، 3 سنين و10 اشهر. طيب احنا ندعو المسؤولين في مصر ان شاء الله ان هم ينظروا لهذه او لهاتين الحالتين، يعني في ان يعيشوا حياه كريمه كاي انسان طبيعي،
وهم لديهم ظروف خاصة يعني يمنعهم الحياء من أن يذكروها، ولكن نحن نقول ذلك يعني نبرز هذا الدور ونبرز دور هؤلاء الأبناء الأعزاء في أن يكون لهم حياة كريمة في مجتمعنا الذي نعيش فيه. منصور لو تحب تقول حاجة تفضل. هو نفس منصور رضوان نفس المشكلة تقريبا، بس يعني في شركة تانية. نفس الشركة بترول برضو يعني. هي شركة أنا ساكن جنب منطقة البترول. تمام. شارع البترول هناك في كذا شركة يعني. تمام. يعني إذا تطلبوا أن أنتوا تحصلوا على وظائفكم التي يعني كفلها ليكوا أو يعني رشحكوا ليها وزير البترول. وزارة القوى العاملة. وزارة القوى العاملة هي اللي رشحتكم. ولكن لم توافق وزارة البترول حتى الآن على. هي الوزارة ما عندهاش مانع. لأن الوزارة بعتت يعني. نعم. الوزارة بعتت لوزير البترول، وزير البترول مشهر بالتعيين بس إدارة الشركة. تمام. هي إدارة الشركة التي لا تريد تنفيذ القرار يعني. أيوه. ندعو الله عز وجل إن شاء الله يكون أحد المسؤولين يستمع لكم، إن شاء الله ينفذ طلبكم بإذن الله. نتمنى لكم حياة سعيدة إن شاء الله تعالى، ونتمنى لكم كل خير إن شاء الله. أشكركم شكرا جزيلا. والآن مشاهدينا الكرام مع سؤال حلقة اليوم للحضور معي في هذه القاعة. وسؤال حلقة اليوم يقول: من هي زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم التي عرفت بالصوامة القوامة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسم أدهم الديب، الإجابة هي سيدة حفصة. إجابتك صحيحة يا أدهم، وتكسب معنا جائزة البرنامج النهاردة. ربنا يبارك لك يا حبيبي. وأنتقل أيضا مشاهدينا الكرام إلى هذا الفاصل، ثم نعود ونكمل الحوار. فابقوا معنا. سؤال حلقة اليوم: من أول من كتب لا إله إلا الله محمد رسول الله على العملة؟ أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، الحجاج بن يوسف الثقفي. مشاهدينا الكرام، جوائز المسابقة هي عبارة عن مكتبة إسلامية وسي دي، بالإضافة إلى جوائز مادية للحالات الخاصة. راسلونا على إيميل البرنامج الموضح على الشاشة. وفي نهاية هذا اللقاء مشاهدينا الكرام، نتوجه بخالص الشكر والتقدير لضيوفي الكرام الذين شرفوني في حلقة اليوم: الأستاذة الدكتورة وفاء عبد السلام الداعية الإسلامية، والأستاذ الدكتور رضا طعيمة المحاضر والمفكر الدولي في علم القيادة والاتزان. شكرا جزيلا لكم. كما أشكر الأستاذ سامح البقري المستشار القانوني والمحلل السياسي. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. كما أشكر أيضا ضيوفي الكرام الذين شرفوني في قاعة المؤتمرات باتحاد الإذاعة والتلفزيون، والذين شاركوا بالأسئلة ضيوفي الكرام في موضوع الحلقة. شكرا جزيلا لكم، شرفتونا. كما أشكر أيضا وليد ومنصور الذين شرفوني اليوم في هذه الحلقة وتعبناكم معنا، وشكرين لكم جدا يعني. ونتمنى لكم إن شاء الله التوفيق بإذن الله. ونشكركم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة، وبإذن الله تعالى نلتقي بكم في حلقات قادمة مع برنامجكم بين الراعي والرعية. نشكركم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.